أهلا بكل مشاهدينا. دلوقتي خلينا مع بعض نستعرض أخبار الطقس. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده هيزود من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 36 والصغرى 24، الإسكندرية 31-23، مطروح 29-23، سيوة 38-22، بورسعيد 30-23، دمياط 31-23، الإسماعيلية 37-23، والسويس 36-24. نشوف مع بعض العريش اللي العظمى فيها 32 والصغرى 24، طابة 35-24، كاترين 32-17، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 39-28، الفيوم 36-24، بني سويف 37-24، والمنيا 37-25. أسيوط العظمى فيها 39 والصغرى 25، سوهاج 39-26، قنا 40 درجة مئوية والصغرى 26، الأقصر 40-27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 38-28، أما حلايب العظمى فيها 34 والصغرى 26. وبكده مشاهدينا نكون اتكلمنا عن درجات الحرارة اللي هتكون معانا النهاردة. خلينا نرجع على طول لبسنت وعبد الصمد نكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا لك يا منى. شكرا لك يا منى.